الماركتنج بودجت كلنا بنتلخبط فيها. في ناس دايما بيبقى عندها ايشوز وتفاصيل كتير جدا عن البودجت، وانا بقول لك ان الموضوع سهل جدا جدا، خلاصته في الشيت اللي انت هتطبق عليه ده. الخلاصه هنا في ايه؟ انت بس هتجمع طريقه البودجت بتاعتك. والله انا معايا مونثلي بودجت المفروض بصرفها على الكامبينز اللي بشتغل عليها، وعلى اداره السوشيال ميديا، وعلى السالري بتاع الموظفين، او انا بشتغل على بوينت مختلفه في الشغل بتاعي. يعني انا مثلا لو بشتغل بوبر كريشنز، بشتغل جزء براندنج، عندي الايفنتس او المعارض، عندي البيت ادفرتايزنج، الكونتنت، البرودكت ماركتنج، عندي تفاصيل بصرف عليها. ايا كانت التفاصيل اللي انت شغال عليها ايه، على حسب البروجكت اللي انت شغاله، انت هتحط كل شهر البودجت اللي انت واخدها والاكشلي اللي اتصرف منها اخر كل شهر. والله افترض انا دلوقتي المفروض معايا بودجت 2000 جنيه، حلو، 2000 جنيه، فانا دلوقتي المفروض اتصرف منها، خلينا كده نقول، خلينا كده نقول ان اتصرف من ال 3000 جنيه دول اكشلي 1000 جنيه، حلو. فانت المفروض بيسمع عنك في كل كوارتر اتصرف منك كام وباقي معاك كام والمفروض فاضل كام. كل اللي عليك انك هتضيف البادجت هنا، وكل في الاخر شهر تشوف الاكشلي اللي اتصرف منها ايه. هيسمع معاك في الاخر توتال كل حاجه انت صرفتها في الشهر والتفاصيل بتاعتها. يعني انا المفروض في البرودكت صرفت 3، في الكونتنت صرفت عليه هنقول 1000 جنيه، والمفروض في البيت صرفت 20000، وصرفت في مثلا البوبليك ريشن 2000، وصرفت في الايفنت مثلا 100000، تمام. في الاخر سمع عندك ان انت البودجت بتاعتك اللي انت حاططها، اصلا البودجت بتاعتك اللي انت حاططها 126200 جنيه او 200 دولار على حسب طبيعة التطبيق بتاعك او البودجت اللي معاك. طيب دلوقتي انا اكشلي في البرودكت او المنتج اللي انا بطلعه بتاع الريل استيت، زي ان انا بقفل الديل التعاقدات وكل التفاصيل اللي ليها علاقه بتقفيل الديل بتاع البروجكت بنضمها في جزء البرودكت ماركتنج. انا صرفت اكشلي 1000 جنيه ومعايا 1000 جنيه كونتنت، صرفت ال 1000 جنيه كونتنت برضه، ومعايا 20000 جنيه بقيت صرفت منهم 10000 جنيه، تمام. بعد ال 10000 جنيه انا برضو صرفت في البابريكيشنز هنقول 1000 جنيه، وصرفت في البراندنج حوالي 1000 جنيه، تمام. طب ولا فاهم ان انا في البراندنج المفروض بادجيتي 1000 وجيت هنا صرفت 2000، تمام. هيسمع معايا بالماينس في الاخر، هيسمع معايا بالماينس في الاخر. هنقول مثلا هنا 100 في الايفنت صرفت ال 100000 جنيه بشكل كامل، تمام. وهنقول ان انا في الاخر صرفت هنا ال 100 جنيه بتاعتي عادي جدا. طب انا دلوقتي طالع معايا الموضوع بالماينس، طالع معايا الموضوع بالماينس، انا فعليا كان معايا 106، طالع معايا بالايجاب، صار هنا 126000 وانا صارف هنا 115000. خلينا نحاول نطلع عشان ابين لك ايه انت المفروض صرفت كام. خلينا هنا نقول دول 12000، هنا انت طالع معاك المفروض 127000 جنيه المفروض مصروفين عندك. في هنا في الاخر هيسمع في اخر الكوارتر في 12000 جنيه معاك عجز. طب ولنفترض ان انت صارف مصاريفك صح كويس جدا جدا ومعاك كل المصاريف مظبوطه، فانت في الاخر هيسمع معاك تفاصيل كويسه جدا عادي جدا، ففي الاخر هتفهم انت المفروض بتصرف قد ايه والمفروض الاكشلي طلع معاك قد ايه، عشان تكون فاهم التفاصيل بتاعت السيكشن بتاعتك اد ماركتنج ماشيه ازاي، تمام. خلاص انت هنا الكوارتر في الاخر سنه هيسمع معاك، اول ما هتكمل يحسب لك كل 3 شهور بتصرف كام، وكمان في الاخر هنا هيجي اخر السنه يحسب لك انت صارف قد ايه، وكمان هيطلع لك كل الاناليسيس بتاعتك، كل اللي انت صرفته بكل الاكشلي صرف. يعني انا دلوقتي هنا باين ان انا صارف نفس اللي انا حطيته في البودجت بتاعتي، لكن انا في معايا زياده، فخلينا هنا نقول لو 9000 جنيه هينزل
ويعدل معايا، لا ده هنا طلع معاك في فرق، تمام، وما الى ذلك. فهيقول لك هنا برضو ايه التفاصيل بتاعت كل المصاريف. فهنا بتحسب المصاريف بتاعتك وتحط البودجت بتاعتك وتقسمها وتشتغل عليها على مدار الشهر، وتسمع معاك في الكوارتر وتسمع معاك اخر السنه. حاول تطبق في 3 شهور من اللي فاتوا وتشوف الكوارتر هيطلع معاك ماشي ازاي، وفي الاخر عشان نشوف طالع معاك بالسالب ولا طالع معاك بالايجاب، ونشوف طرف تقديم.